تعالى معرفك افضل طريقه لاضافه الخطوط العربيه لبرنامج كات كات بضغطة زر واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف حاتم ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده يا صديقي ان شاء الله قوي جدا جدا جدا، وهو عن اضافه اكثر من 150 خط لبرنامج كاب كات يا صديقي العزيز، خطوط عربيه بضغطة زر واحده. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ريت تنزل تحت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم، وكمان تضغط على زر اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وبس كده يا شباب يلا بينا على الشرح. النهارده يا صديقي ان شاء الله هنضيف خطوط عربيه، خطوط جامده جدا 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 هتعجبك لتطبيق كاب كات. ولكن الفيديو الجاي ان شاء الله هنضيف خطوط انجليزيه برضو جامده جدا جدا لبرنامج كاب كات، فتاكد انك مشترك في القناه عشان كل اللي جاي دلع حرفيا، كل اللي جاي فيديوهات للتصميم وللمونتاج قوية جدا 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 هتعجبك. فاشترك في القناة وتأكد انك مفعل زر الجرس عشان اول ما الفيديوهات الجاية دي كلها تنزل يجي لك اشعار اول ما الفيديو ينزل. اهم حاجة يا صديقي انه يكون عندك برنامج كاب كات الرسمي من خلال جوجل بلاي اخر اصدار، ده اللي انا عايزه منك، اما الباقي سيبه عليا. اول حاجة يا صديقي بنفتح كاب كات بالشكل ده وهتنتظر لحد ما كاب كات يفتح معاك. بعد كده يا صديقي بتروح بقى على مشروع جديد وتجيب بقى يا صديقي اي صورة او اي فيديو عندك من المعرض علشان بس نستخدمه في اضافة الخطوط. بعد كده تدوس على كلمة اضافة، زي ما انتم شايفين كده يا شباب اضافت معانا اهي الصورة السوداء بكل بساطة وسهولة. سيب بقى انت المشروع ده كده على جنب. بعد كده هنروح يا صديقي على برنامج زد ارشيفر المسؤول عن فك الضغط، هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده كده يا صديقي. هتروح على كلمة داونلود، طبعا يا صديقي لينك التحميل هتلاقيه في قناتنا على الواتساب، لينك تحميل مباشر من ميديا فاير، هتلاقي فيه كل الخطوط العربية، هتلاقي اللينك ده في قناتنا على الواتساب عشان ساعات اليوتيوب بيمسح اللينكات، فعشان نضمن الموضوع ده فهتلاقي قناتنا على الواتساب في صندوق الوصف اللينك بتاع الانضمام بتاعها، هتنضم لقناة الواتساب هتلاقي ان شاء الله لينك الخطوط هناك بإذن الله تعالى. هتروح بقى على كلمة داونلود دي يا صديقي، بعد كده هتدور على الملف، الملف اسمه خطوط عربية بس كده. هتدور على الملف يا صديقي العزيز زي ما انتم شايفين كده اهو، خطوط عربيه. طبعا ملف خطوط اجنبيه ده خلاص هو الفيديو الجاي، انا مجهز الدنيا يعني. فخطوط عربيه ده كده يا صديقي هتاخده بقى تدوس عليه ضغطه مطوله، بعد كده هتدوس على كلمه نسخ، هتروح بقى فوق على كلمه داونلود، بعد كده هتروح على ذاكره الجهاز، بعد كده هتروح على علامه الزائد، بعد كده مجلد جديد. بعد كده يا صديقي بقى تسمي الفولدر او المجلد ده باي اسم، ولو يكن مثلا احنا هنسميه كاب كات 2024 حسنا. بعد كده بتدوس على علامه اللصق اللي تحت دي، هتلاقي الملف اتلصق معاك بالشكل ده كده يا صديقي هنا في الفولدر. طيب هتروح بقى على الملف نفسه تضغط عليه ضغطه واحده بالشكل ده كده يا صديقي، بعد كده تدوس على كلمه استخراج هنا، هتلاقي يا صديقي الخطوط كلها بتستخرج معاك بطريقه سريعه وسهله ومباشره وما فيهاش اي صعوبه ولا اي مشكله اطلاقا. هتنتظر لحد ما يكمل استخراجه معانا، وزي ما انت شايف كده يا صديقي جاب لك خلاص خطوط عربيه اضافت. طب هنا يا صديقي هتلاقي فيه اكتر من فولدر، كل فولدر جواه الخطوط الخاصه بيه، يعني هنا مثلا الخطوط الاميريه لو دوست عليها هتلاقي فيه خمس خطوط للأميرية. طب الأميرية دي يا صديقي ايه مضمونها؟ الأميرية دي يا صديقي بكل بساطة لتصميم آيات القرآن الكريم، لو انت بتصمم فيديو قرآن كريم فأفضل فونت تاخده علشان تكتب الآيات هو الخط الأميري، عشان حرفيا هو ده خط القرآن الكريم. فتلاقي هنا يا صديقي خمس خطوط حرفيا تقدر بقى تنقي اللي يعجبك منهم، وهكذا بقى يا صديقي باقي الخطوط، في خطوط جدا كتيرة جدا في كل فولدر خاص بيها زي ما انتم شايفين كده يا شباب. وكمان عندك خطوط تحت، يعني كل دي فولدرات كل فولدر فيه خطوط كتير. كمان عندك بقى خطوط تحت اهي، كل ده يا صديقي خطوط في اي بي وحاجات جامده جدا جدا. طب ازاي بقى نضيفهم لبرنامج كاب كات؟ نرجع بقى تاني يا صديقي لبرنامج كاب كات بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده، ده المشروع اللي احنا عملناه. هتروح بقى صديقي تحت كده على كلمة النص، بعد كده هتدوس على اضافة نص،
هيطلع لك النص بالشكل ده كده يا صديقي. هتعمل بقى اشترك في القناة، ولكن نصغره شوية، نكتب اي جملة، يعني مثلا انا هكتب اشترك في القناة بالشكل ده كده يا صديقي. هتلاقي ده مش الفونت اللي احنا عايزينه، ده الفونت الرئيسي بتاع كاب كات. طب هنعمل ايه؟ بكل بساطة يا صديقي، شايف انت بقى البار اللي تحت اللي مكتوب فيه عربية وانجليزية؟ هتزقه كده شوية، هتلاقي فيه كلمة اسمها اضافة خط. اول ما تضغط عليها هتلاقي هنا علامة زائد بالشكل ده كده يا صديقي، هتدوس على تحميل ملف، هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده كده يا صديقي العزيز. هنروح بقى على الفولدر اللي احنا لسه عاملينه بالشكل ده كده يا صديقي، هتلاقي بقى فوق الفولدر خلاص بتاع خطوط عربية اللي احنا استخرجناه، هتضغط عليه بالشكل ده كده يا صديقي، هيجيب لك بقى كل الخطوط اللي انت ممكن تضيفها، وكمان الخطوط اللي جوه الفولدرات. ولو يكن مثلا احنا هنختار اي فونت من هنا، ولكن يا صديقي في نقطة حابب انوه عنها، انك ما ينفعش تضيف كل الخطوط مرة واحدة، دي مشكلة الكاب كات حرفيا مش عارفين يحلوها. لكن عشان تضيف الخطوط لازم تضيف خط خط، فما ينفعش تحددهم كلهم وبعد كده تعمل اضافة، مش هيقبل معاك الموضوع ده، لازم تضيفهم يا صديقي العزيز خط خط. فحاول تشوف كام خط حلوين كده تضيفهم، وبعدها شوية مثلا كل ما تكون زهقان ضيف لك حبة خطوط من الخطوط اللي انا وريتها لك لتطبيق كاب كات. ولو يكن مثلا يا صديقي انا هختار خط عشوائي مثلا ده بالشكل ده كده يا صديقي، خلاص اضاف معاك اهو اسمه حياة بالشكل ده، هتضغط عليه ضغطة واحدة هتلاقي يا صديقي الفونت اتغير معاك. برضو تدوس على علامة الزائد، بعد كده تدوس على تحميل الملف، وتروح بقى يا صديقي على المكان اللي يعجبك. ولو يكن مثلا احنا هنروح خطوط في اي بي، نشوف الخطوط دي اخبارها ايه. نروح مثلا على الخط ده، برضو زي ما قلت لك يا صديقي اهو انا بحددهم، لا ما بيحددش، لازم هو خط واحد بس. مثلا احنا اخترنا ده وندوس على كلمة اختيار اسمه VIP، اهو زي ما انتم شايفين كده اضاف معاك VIP اهو يا صديقي، اضاف معاك بشكل سهل وسريع وبسيط جدا جدا جدا. طب نعمل اضافة، انا بس يا صديقي بأكد لك ان كل الخطوط اللي معانا هنا في الملف بتاعنا ما فيهوش اي خط بايظ او اي خط مش شغال. زي ما انتم شايفين كده هنا في مثلا خطوط اسمها كايرو، نروح مثلا على كايرو بولد ده وندوس عليه كده نعمل له اضافة، هتلاقيه برضه يا صديقي اضاف معاك هنا بكل بساطة كايرو بولد اهو، ده كده شكل الفونت. طب لو رحنا بقى نجيب الامير اللي انا قلت لك عليه اللي هو بتاع القرآن الكريم، برضو هنروح على خطوط عربية، بعد كده نروح على الأميري ونختار مثلا أميري بولد، هتلاقي اتضاف معاك برضو يا صديقي بشكل سهل وبسيط بالشكل ده كده يا صديقي، هتلاقيه اتعامل معاك بالشكل ده. فكل الخطوط اللي احنا جايبينها يا صديقي بفضل الله شغالة، وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله الفترة الجاية، هتلاقي بقى الجزء التاني من الفيديو بتاع النهاردة وهي الخطوط الإنجليزية بشكل سهل وبسيط ومباشر من غير اي مجهود. عرفتك ازاي تضيف خطوط عربية اسطورية لبرنامج كاب كات 2024 اخر اصدار. وبس كده يا شباب، وده كان الفيديو معانا النهاردة، اذا طولت عليك ما تنساش بقى صديقي تنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم، وكمان تضغط على زر اللايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. كان معاكم يوسف حاتم من قناة يوسف حاتم ستاتيوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.